من المعيب أن الدولة لا تحمي أبنائها ولا توفر لهم العيش. من المعيب أن الشباب وبعد ما يتخرجون وبتخصصات نادرة ما يلقون ببلدهم إمكانية لا التوظيف ولا التشغيل ولا العمل الخاص. من المعيب حتى العراق اللي كل العالم يقول لك بلد النهرين، مصدر النفط، أرض السواد، الزراعة والفلاحة، الصناعة، الطاقات البشرية، كل هاي موجودة وما مستثمرة إمكانياته، ما مستثمرة. هذا عيب. لابد أن ننظر للمرحلة القادمة حتى نقدر نحقق بها الإنجاز والاستقرار. لذلك انطلقنا بهذا العنوان اللي نريد نبني دولة مدنية قوية. الدولة المدنية مع كل اعتزازنا للتوجهات الفكرية والدينية وكل شيء، بس الدولة تتعامل مع مؤسسات وتتعامل مع أفراد، واللي يصنع قرار لازم ينزع عن نفسه ثوب الانتماء للطائفة والمذهب والقومية.